بتدي المتعه وفي نفس الوقت بتأدي رساله للمجتمع، هي في نفس الوقت لابد ان يكون فيها انضباط وليس خروجا عن القانون. معالي الوزير، حضرتك ذكرت الخروج عن المألوف، شايف ان حضرتك الموضوع ده ممكن يكون مدبر من قله من جماهير من الجماهير؟ كان معانا اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الاعلامي باسم وزاره الداخليه. شوف اتفضل. بص محمد، انا بعد تسليم الكاس مباشره تمام يا فندم اتحركت، فلا استطيع ان انا اقول لك ايه اللي حصل. انا بكلمك بشكل عام، الخروج عن النص مرفوض، ايه اللي حصل تحديدا في الحقيقه ما شفتوش، انما هذا القانون في الحقيقه هيكون ملزم للجميع ومريح، يعني هو بيامن الاكثريه او بيامن الغالبيه من الجماهير، وبالتالي هو هيكون مصدر سعاده لكل من يحب كره القدم، وهيكون مصدر تعاسه لكل من هو بيؤذي كره القدم. بس معالي الوزير، سؤال مهم جدا، ما حصل في مباراة اليوم بين الأهلي وصفاقسي في السوبر الأفريقي يعطل عودة الجماهير في الدوري الثاني للدوري العام المصري؟ لا ده كلام، مش عايزين نربط الأحداث ببعضها، ده كلام سابق لأوانه، لأن ده كلام بيبقى مرتبط برؤية هادئة وأيضا بتنسيق أمني مع وزارة الرياضة، وبالتالي مش عايزين ناخد قرارات متسرعة أو نبتدي نصادر على المستقبل، دي مسألة يعني ما نقدرش نحسمها دلوقتي، لان دي مرتبطه بصناع القرار، فاحنا محتاجين نقعد بالتاكيد الايام اللي جايه ونشوف ان الظاهره دي يعني ازاي نسيطر عليها ان شاء الله. مع الوزير، المتحدث الاعلامي باسم وزاره الداخليه قال ان ما فيش جماهير هتحضر المباراه سواء افريقيه او محليه في الفتره القادمه لحين سن القوانين او اتخاذ القوانين والتدابير الامنيه للخروج بكل المباريات لبر الامان. محمد، ان هذا الامر ما اقدرش اجاوبك عليه، لان ده معناه، واخد بالك، ان هذا القرار مرتبط بما حدث اليوم، هذا الامر محتاج تنسيق ومش محتاجين نتسرع، وايا كان سواء المباراه اقيمت بجماهير او لم تقم بجماهير خلال المرحله اللي جايه، احنا يهمنا ان النشاط لا يتوقف، وبالتالي حريصين كل الحرص ان الدوري يستمر ان شاء الله، وان في نفس الوقت يعني لم نتوقف، او بمعنى ادق مش هنربط مستقبل الرياضه او مستقبل استمرار الدوري ببعض خروج عن النطاق. معالي الوزير، اسمح لي، ما ينفعش بقى وزير الدوله الرياضه معايا على التليفون واساله على تجاوزات رئيس اللجنه الاولمبيه في حق وزارة الرياضة متمثلة في وجود حركة وزير الدولة الرياضة وإثارة الفتنة، وكلنا استأنا والإعلام كله مستاء، لأن ده بيعني التدخلات وعدم الاستقرار بالنسبة للشأن الداخلي المصري وأيضا انعكاسه على الوضع السياسي المصري. محمد، مبروك لجماهير الكورة المكسب بتاع النهاردة. إجابة دبلوماسية من السيد وزير الدولة للرياضة، شكرا جزيلا كابتن طاهر أبو زيد. طبعا يعني مع الوزير طبعا بنشكره جزيلا على المداخله، لكن الراجل ما حبش يتراشق او